فلالين اوريجينال توب صوف 100%. كيجي في الجلابة زوين طايح وغزال خفيف وفي نفس الوقت سخون. هادي السلعة ديال الباطو، السلعة ديال برا، هادي السلعة ديال الاكسبور وسلعة طاليانية، يعني شي حاجة مليحة وكنعطيوها ليك غارانتي، شي حاجة 100% صوف. الجلابة خدميها باش ما بغيتي، يعني خسري عليها فلوسك ما تخافي عليها ما والو، ما كاين لا تحباب لا تشراب لا والو. اللوينات ديالهم كلهم زوينين واللوينات كلهم غزالين، يعني اللون غادي ينسيك في لون. بالنسبة للوان ديالهم كنتمنى انهم يكونوا واضحين مزيان في الفيديو. بالنسبة للناس اللي ما واضحينش ليهم اللي سميتو في الفيديو يتواصل معنا في الخاص، حنا غادي نحاولوا اننا نصوروا ليه اللون. هذا اللون الشيبي ديالو وها هو الموديل ديالو قدامكم باش يبان لكم. هنا مخدوم خدمة المعلم، يعني توب خدمي باش ما بغيتيه. هاد السيدة خدمة بالمعلم ومبطنا ليه القب والكمام بلاصوا، والتوب كيجي زوين طايح في اللبسه ديالو ما تخافي منه ما والو. هادي سلعه ديال الاكسبور، يعني السلعه اللي ما تلقيهاش ضايعه في اي بلاصه، باش نقول لك السلعه ما تلقيهاش ضايعه في السوق. هذا المارو ديالو ترابي، مارو ترابي حتى هنايا خدمه هاد السيده، حتى هو مخدوم بالخدمه ديال المعلم ومغلفه ليه القب والكمام، والتوب على حسابي غارانتي، ما كاين لا تحباب لا شرب لا والو. السلعة راه يلا جات، يعني السلعة ديال الباطو، هادي سلعة طاليانية ماشي شي حاجة غتلقيها ضيعة في السوق. صوف 100%. جلابة ديالها كتكون طايحة وغزالة وخفيفة، يعني تلبس دابا وتلبس دومي سيزون، وتلبس حتى هادي ان شاء الله تلبسيها حتى في رمضان باش نقول لك اللي كاين. يعني التوب ديالها راه خفيف بزاف وسخون في نفس الوقت حيت 100% صوف. بالنسبة للوان ديالها راه فيها عشرات اللوينات اللي فيها. هذا اللون الصفر ديالها حتى هو زوين، يعني هذا ماشي داك الصفر مشعشع، اللون ديالو فحال مسكي حتى هو زوين. بالنسبة لهادي راه داخل فيها واحد اللون اخر، يعني كل لون داخل فيه واحد اللون وسط منه. هذا واحد موف ديالو حتى هو، هذا موف مفتوح حتى هو، اللون ديالو ممتاز رائع هذا اللون هذا صراحة. حتى هو غادي نحاول اننا نحط لكم موديل ديالو كما غايبان لكم دابا في الصورة هنايا. هذا البيج ديالو، هذا بيج مفتوح حتى هو لوين زوين. بالنسبه للصور راه حاولت انني نجيب لكم الالوان اللي متوفرين عندي حاليا، يعني الالوان اللي متوفرين الالوان اللي مخدومين باش يبان لكم الموديل. وبالنسبه للكميه ديال هادشي راه كميه محدوده، راكم عارفين السلعه ديال الاكسبور كتكون الكميه ديالها محدوده. هذا الموف ديالو حتى هو، الموديل ديالو كيبان لكم قدام، ما كاين لا تحباب لا والو، صبني وردي ثم ما كيشرب ما والو، طايح وخفيف وخدمي باش ما بغيتي، يعني واخا تخسري عليه فلوسك ما تخافي منه والو. هذا اللون غوز، هذا غوز بارد. نتمنى ان الالوان يكونوا واضحين مزيان، يعني اللي ما بانوش ليه الالوان يدوز عندنا الخاص، راه نصوروا ليه الالوان تيشوفهم على خاطر واحد واحد. كما قلت لكم هذه ما فيهاش بزاف، والالوان ديالها ما كيتعداوش 10 الالوان، يعني الالوان ديالها محسوبين على رؤوس الاصابع، 10 الالوان كلهم زوينين، لون انسيك في لون. والخدمه اللي درتي ليها غير نسيها باش نقول لك اللي كاين، واخا تخسر عليها فلوس كتب راه ما يحبب لك ما والو. وكما قلت لك غارانتي السلعه ديال الاكسبور، الله يعمر هضر، ما كاين لا تحبب لا والو. وكاع الناس اللي لبسوها صراحه راه شكروها، ما كاينش شي واحد اللي ما شكرهاش. بالنسبه للثمن ديالها الاكثريه كيسولون على الاثمنه، حنا كنحاولوا اننا نتحفظوا على الاثمنه شي شويه، ولكن الثمن ديال هذه هو 250 درهم، الثمن ديالو 250 درهم، ثمن اللي ما تلقايش في السوق. ومرحبا بكم.